معرض نجوم منتخبنا الوطني لكرة قدم عن سعادتهم العميقة باستقبال جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين في مطار ماركا المدني لحظة وصولهم من الأوروغواي بعدما عادوا بتعادل تاريخي في إياب الملحق العالمي المؤهل لنهائيات كأس العالم. وقال حاتم عقيل قائد المنتخب: شعرنا بقمة الفرح حينما علمنا بأن الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله والأمير هاشم سيكونوا في استقبالنا لحظة الوصول. شعورنا كان رائعا، لقد شعرنا بقمة الفخر والاعتزاز بأن قائد الوطن ينتظر وصولنا لاستقبالنا، كما عبر جماهير الكرة عن اعتزازهم بما وصل له النشام. طبعا الحمد لله مباراة الإياب كانت بينت للناس للعالم كله هذا مستوى الحقيقي للمنتخب الأردني. الحمد لله قدرنا نرد الاعتبار للمنتخب الأردني لسمعة النشامة، أدينا مباراة كثير قوية، 70,000 متفرج، منتخب الأوروغواي على أرضه، أدينا صراحة أداء كثير كان رجولي داخل الملعب. نحكي الحمد لله رب العالمين على هذا الأداء وعلى هاي النتيجة. هارد لك للنشامة، ما قدرناش نتأهل لكأس العالم، بس هاي الكرة القدم. والله أنا بغض النظر عن النتيجة الماتش الأولاني، المباراة امتداد من الناحية التكتيكية والفنية للمباراة الأولى. لو شلنا الأهداف اللي حصلت، احنا كان الأداء اللي كان موجود لا يعبر، أو النتيجة لا تعبر عن الأداء اللي حصل في مباراة عمان. لكن المباراة اللي تعتبر فعلا إنجاز للكرة الأردنية والوطن العربي، ان انت بتلاعب منتخب كبير مصنف سادس على العالم، ان هو بيلعب في ملعبه وبيلعب منتخب نفسيا ومعنويا ان هو كسبان نتيجة كبيرة بره ملعبه، والجماهير كلها جاية تحتفل بيهم، ومع اقدم استاد في العالم، اول كاس عالم يتلعب عليه. اعتقد ان كانت ظروف صعبة، بشكر لعيبتي عليها وبشكر الجهاز الفني كله، الجهاز الصف كله، ان هم كانوا عند حسن ظن الجماهير الاردنيه. امبارح يعني النشامه قدموا كل شيء عليهم وتعالوا بطعم الفوز، ومنتخب الاورجواي منتخب قوي، منتخب معروف خامس على العالم. انا حضرت مباراه الامس، فعلا مباراه بترفع الراس، اقسم بالله لم احضر مباراه لمنتخب النشامه من سنوات مثل هذه المباراه. بالنسبه لمنتخبنا الوطني الحمد لله تعالى، الشعب الاردني كسب منتخب قوي عنده القدرة ينافس على بنيات الأسيوية القادمة، ونتمنى أنه إحنا بالمستقبل كمان بننشط. أقيمت اليوم منافسة بطولة يونيفرسيتي دريفت شامبينشيب التي أقيمت على حلبة سبيد سنتر للسيارات، وشارك في البطولة التي تم الترويج لها والإعلان عن المشاركة فيها من خلال الجامعات عدد من الطلاب وهواة السيارات. وتميزت المنافسات بالحماس والاستعراض بالسيارات المجهزة لهذا الحدث، وتنافس فيها 35 مشارك من مختلف الجامعات. أنا سويت مبادرة لطلاب الجامعات لمنع الطيش والتهور بالطرق العامة. هاي المبادرة بدأت معي بصراحة لأنه عم بشوف العدد الكبير عم بيسوي فوضى بالشوارع، فبلشت أسوي المبادرة بما أنه أنا عم بسوي دريفتنج من 2006، والحمد لله حصل على أكثر من بطولة الأردن أكثر مرة. عم بسوي أنه كل الشباب لازم يعرفوا أنه في حلبات مخصصة لهذا الحكي، ما في داعي أنه يمارس الهواية السرعة والتشحيط بالطرق. هلا في إن صارت استحضارة، في عنا سلامة عامة، في الأردنيين السيارات تقدر تساعدنا وتقوم على التنظيم. طبعا هذا السباق يقام بالتنظيم بالتعاون مع الأردنيين لرياضة السيارات. بهمنا أهم شيء عندنا مشاركة 34 متسابق، هدول كلهم نخبة المتسابقين الجدد لرياضة السيارات. بهمنا عوامل السلامة العامة الموجودة بالسباق، احنا اللي ركزنا عليها من تجهيز السباق ولغاية الآن الحمد لله، بالتعاون مع الأصدقاء من قوات الدفاع المدني ومن قوات الدرك ومع إدارة الجوردن سبيد سنتر. والله جو المنافسة كثير عالية بين الشباب، وهيك بالذات طلاب الجامعة، يعني الشعلة هاي الناس بتفضيها بالشوارع، وهيك صارت الناس تيجي تشترك وناس كثير يعني، وأحسن من الشوارع يعني، صار هون الواحد يجيب سبونسرز، يجيب شركات وهيك، وجو حلو أحلى من. سيكون عشاق الكرة الألمانية وكرة القدم عموما على موعد مع التشويق والحماسة حين يحل بايرن ميونخ ضيفا على منافسه على صدارة الدوري بروسيا دورتموند غدا. وتعد مواجهة الغد من أكبر مواجهات الموسم لحد الآن، والطريف أن دورتموند كان قد طرح مقطع فيديو منذ سنتين للاعب وسطه نور شاهين يتلاعب بالكرة ويسددها من الحافلة التي تقله مع زملائه، فيلتقطها حارس دورتموند. واليوم قرر لاعب بايرن ميونخ الرد حين كانوا في حافلتهم جميعا، فوقف فرانك ريبيري على الباب الأول المفتوح
المفتوح للحافلة، ووقف الحارس مانويل نيور على الباب الخلفي المفتوح، ومع أن الحافلة كانت سائرة ولم تبطئ سدد ريبيري الكرة باتجاه لوحة مرورية في الطريق لترتد عنها إلى أحضان الحارس، مقلدين مقطع الفيديو الذي نشره دورتموند. شارك عدد من نجوم فريق ريال مدريد الإسباني في استعراض مهاراتهم كتجربة لأنواع جديدة من أحذية كرة القدم في العاصمة مدريد، وكان من بين النجوم الذين استعرضوا الأحذية الجديدة كل من جارث بيل ومارسيلو وألفارو وتشافي ألونسو، حيث تسلطت الأضواء على بيل نجم منتخب ويلز الذي يعد اللاعب الأغلى في العالم. وكان مدرب ويلز كريس كولمان قد أعلن استعداده لإعفاء لاعبه الأشهر من المشاركة في المباريات الودية لمنتخب بلاده في المستقبل من أجل منح الفرصة للاعبين الناشئين. فاز دنفر ناجتس على ضيفه شيكاغو بولز فوزا يعد كبيرا في الدوري الامريكي لكرة السلة بواقع 97 نقطة الى 87، وقاد شيكاغو في زيارته نجمه ديريك روز والذي يعاني هذا الموسم بعد ان عاد من اصابة حرمته اللعب طوال الموسم الفائت كله، لكن ديريك قاد فريقه ليتفوق شيكاغو بفارق نقطة واحدة مع نهاية الربع الاول، ثم رتب دنفر اوراقه في الربع الثاني وسجل له لاعبه الفرنسي ايفان فورنير 9 نقاط ليفوز بواقع 48 نقطة الى 40. في الربع الثالث سجل روز 4 نقاط فقط، وتقدم شيكاغو ب 58 إلى 55 نقطة. أخيرا فاز دنفر بفارق 10 نقاط، وهو الفوز السابع لدنفر على التوالي، وهو الفوز 13 من آخر 14 مواجهة على شيكاغو في ملعب دنفر.